السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الخامس، تحية من عند الله مباركة طيبة. أهلا بكم مجددا في درس من دروس اللغة العربية وفق سلسلة تعلم عن بعد. أبنائي وبناتي، تحدثنا في اللقاء السابق في المقطع الأول من قصيدة دير ياسين عن الأبيات الأول، والآن إن شاء الله سوف نكمل درسنا في هذه القصيدة. ولكن دعوني قبل أن أقرأ معكم القسم الثاني من الأبيات أن أستعرض معكم أسئلة الدرس السابق وإجابتها أمامكم على الشاشة. قلنا في السؤال الأول: ماذا تعرف عن الشاعر لطفي الياسين؟ الإجابة: شاعر فلسطيني من قرية دير ياسين، ولد عام 1922، لقب بشاعر الأرض المحتلة منذ عام 1967. هذا تعريف مبسط للشاعر لطفي الياسين. سألنا: ما مراد افترعرعت؟ أين جئت؟ ومفرد حواكير حاورة؟ وما مضاد تجافينا تقاربنا؟ لأن تجافينا يعني ابتعادنا. قلنا: ما أهم فكرة في الأبيات؟ قلنا: ذكريات الشاعر في قريته هي الفكرة الرئيسة، واشتياقه إلى العودة إلى بلده. عين من الأبيات صورة كلية من خلال الصوت واللون والحركة. قلنا: اللون هي في حواكير، والصوت في براكين، والحركة في كلمة الأعراس. بهذه الأسئلة نكون قد أجبنا عن أسئلة القسم الأول من الدرس، والآن دعونا إلى أن نكمل درسنا في قراءة الأبيات التالية من القصيدة. أبنائي وبناتي، يقول الشاعر في القسم الثاني من القصيدة: أتوق للبيضر الغالي لحارتنا وبئر قريتنا موتى أهالينا، أتوق للدار والأسوار تمنعني وحارس الدار عند الباب ناسينا. يا ربي، هل لي قبيل الموت ألثمها أضمها نحو صدري لحظة حين أقبر الأرض والأحجار أمسكها وأقطف الورد أشتم الرياحين. هذا هو الجزء الثاني أبنائي وبناتي من قصيدة يا دير ياسين. أيضا نوضح إجمالا الأبيات فكرة مبسطة لشرحها: ما زال الشاعر يستحضر تراث قريته من البيادر وبئر القرية وموتى أقاربه، ثم يبين اشتياقه للدار، ولكن جنود الاحتلال تمنعه من العودة. وفي نهاية القصيدة يدعو الله قبيل موته أن يعود لوطنه الغالي، يقبل ترابه ويمسك بأحجاره ويشم ريحينه. هذه هي الفكرة العامة من الأبيات التي قرأناها. إذا استعرضنا أهم الأفكار في القسم الثاني من القصيدة، سيكون سلب الاحتلال الإسرائيلي لحق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى قريته، هو سلبه، يقف ويمنعه. الفكرة الثانية: تمني اللاجئ الفلسطيني العودة إلى أحضان الوطن، يشتاق إلى وطنه ويتمنى أن يعود إلى أحضان وطنه. أما إذا ذهبنا إلى المعاني والمفردات والتركيب في هذه الأبيات السابقة، انظروا معي: كلمة أتوق هنا بمعنى أشتاق. البيضر هو مكان تجمع الحبوب قديما وتجمع على كلمة بيادر. ألثمها أقبلها. يا رب، أسلوب نداء، ودائما إذا جاء أسلوب النداء مع لفظ الجلالة هو للتعظيم، وهنا فيه تعظيم مع استرحام، يطلب من الله أن يرحمه وأن يذهب يعود إلى وطنه قبل موته. هل لي قبيل الموت أسلوب استفهام. هذه هي المعاني المفردات والتركيب في هذا القسم. من جمال التصوير ايضا في القسم الثاني من القصيده أبنائي وبناتي: الاسوار تمنعني. هنا شبه الاسوار بالشخص الذي يمنع اللاجئ من العوده على سبيل الاستعاره كما نقول. اما الصوره الكليه ايضا التي تعودنا عليها
يا رب هذا النداء في صوت اللون، لون البيضر والورد والحركة أقبل أمسكها أقطف، دلت هذه على الحركة. هنا تجمعت، وعندما تتجمع للشاعر صورة كلية هنا دلالة على دقة الألفاظ وصدق العبارات في القصيدة. نختم كما تعودنا في نهاية كل درس بالأسئلة التقويمية على هذا الدرس. السؤال الأول يقول: ما مرادف أتوق وما مفرد حواكير وما جمع بيضر؟ استعرضناها من خلال شرحنا للدرس. السؤال الثاني: ما المأساة التي حلت بدير ياسين كما تفهم من الأبيات؟ إذا رجعنا إلى درس الدلال المغربي وإلى قصيدة لطف الياسيني سنستشعر ما هي المأساة التي حلت بقرية دير ياسين. وظف تركيب رغما عن في جملة من إنشائك. هذا التركيب نضعه في جملة. ما المشاعر التي سيطرت على الشاعر في هذا النص؟ هل كان مهموما؟ هل كان حزينا؟ هل كان ثائرا؟ ما المشاعر التي سيطرت على الشاعر لطف الياسيني؟ بهذه الأسئلة أبنائي وبناتي نكون قد أتينا على نهاية درس يا دير ياسين. أتمنى من الله تبارك وتعالى أن تكونوا بأتم صحة وعافية، وأن تكونوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تجيبوا على هذه الأسئلة. في القسم الثالث إن شاء الله سوف نجيبكم على أسئلة تدريبات درس دير ياسين مجملة. بهذا أصل إلى نهاية درس اليوم. أشكركم على حسن المتابعة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.